بتاريخ 7/1/2024 عند 5 فجراً، وقع إشكال وتضارب بين نجل عميد في مديرية المخابرات يتربى حالياً على رأس مهامه الأمنية وأحد الأشخاص النافذين، نتج عنه قيام الأخير بإطلاق النار على نجل الضابط بشكل مباشر. مطلق النار حاول التنصل من تهمة التصويب العمد على الشاب، وحاول إشاعة أنه أطلق النار في الهواء، إلا أن التحقيقات أظهرت أن الرصاصة أخطأت المستهدف بمسافة 3 سنتيمات لتنقذ العناية الإلهية نجل العميد، وبالتالي فرضيات إطلاق النار في الهواء سقطت. حيث يقول أحد المتواجدين في مكان الإشكال أمام مطعم زعتروزات فرع الزلقة لسبوتشوت: حتماً لو كان بيعرف يصيب كان قتله. طبعاً، وكما توقعتم في بداية هذا الفيديو، تدخلات على مستوى عال جداً حدثت وتم تلفلفة الموضوع، واليوم مطلق النار الذي كان ينوي القتل حراً طليقاً في منزله. الأمر ليس عادياً في بلد ليس بعادي. هل تتخيلون ماذا سيكون عليه الحال لو حصلت هذه الحادثة مع مواطن عادي لا نفوذ له؟ طبعاً، مداهمات وملاحقات وأقصى العقوبات وأكبر الاتهامات ستوجه إليه، والحكم لن يكون أقل من محاولة قتل. بحسب المعلومات التي حصل عليها سبوتشوت، فقد تم معمعة الموضوع بطريقة ذكية وعلى الشكل التالي: تم إيقاف مطلق النار، وقامت دورية من مخابرات الجيش باعتقاله ليمضي ليلة واحدة في السجن، وفي اليوم التالي أطلق سراحه وذهب إلى بيته حراً طليقاً. نتيجة هذه المهزلة وعدم سقوط القضاء عن ما حصل، تم إعطاء إشارة لشعبة المعلومات التي قامت بإحضار هذا الشخص وتوقيفه مرة أخرى. لكن بالطبع نفوذ الجاني لم تتوقف، ومارس مساندوه كافة أنواع الضغوطات على القضاء لإعادة إطلاق سراحه. والبارز في هذا الموضوع أن من تولى الضغوطات هو الأخبر بالقانون، وهو قاض محسوب على جهة سياسية متنية نتحفظ عن ذكر اسمها حالياً، لها باع طويل في تقديم الخدمات خارج القانون. المهم أن القصة انتهت بإخراج على طريقة مسلسلات المافيا. بسحر ساحر تم سحب هذا الملف من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ليصل إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وهذا المسار للقضية هدف من الأساس لإيصال الملف إلى القاضي عويدات الذي تدخل منذ البداية، ولكن لم تكن لديه اليد الطولة إلا عندما أحيل الملف إليه، فتم إطلاق سراح الشاب بعد أن تنازل أهل المجني عليه عن حقهم نتيجة ضغوطات بشعة تعرضوا لها وتهديدات تتعلق بمستقبل ابنهم وحرمانه من الالتحاق بإحدى الجامعات في الخارج. محاولة القتل هذه تبرهن مقولة القضاء وجد لأقوياء النفوس لا للضعفاء، وتبرهن بأن أصحاب النفوذ يحركون القضاء كدمية بين أيديهم. مطلق النار حر طليق اليوم، ولكم أن تتخيلوا ما يمكن أن يرتكبه هذا الشاب في المستقبل كونه على يقين بأن الجهة المتنية ستحمي ظهره مهما فعل.